زي ما كنا بنعمل هواني وجرد ستشي، بنعمل ليالي الحلمية، نعمل مسلسلات. فين بقى الرجال؟ فين بقى مصر ولادة، مصر ولادة برضه. انتوا فنانين كبار، نحب نسمع الحاجة دي. شكرا يا حضرتك. أعمال درامية حلوة جدا وطلعت الفترة اللي فاتت وبتعكس الإجابات بتجيب الحاجات السلبية. لا يا فندم، لا يا فندم، أنا مش معاك خالص إن الحاجات السلبية جت للبلدان إطلاقا. ليه الاقتصاد سلبي؟ هجرة ممتازة سلبي؟ خيارات عقد سلبي؟ لا للبنات أنت عشان بتطلعي شخصية غلط في حياتك يبقى ده سلبية. ده احنا ثلاث ارباع الشخصيات اللي احنا مش عايشينها في حياتنا غلط. طب ما احنا بنصلح. لا 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 من قبل 2011 كان من ضمن ايرادات